جماعه بورايا اهي يا رب يا مسهل. يلا يا جماعه يلا يا مسهل. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. برايا يا جدعان. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله لقوة الا بالله. وريهم فرجهم. سكة نبيلة يا جدعان. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صلاة النبي تملى القلوب ياما. عم صلى على النبي تلاقي خير ياما. ما شاء الله لا قوة الا بالله يا رب. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهو طعم عيش فينو. بص العيش الفينو بيعمل ايه. تستاهل لايك دي بقى. تستاهل لايك. حبيب حبيب. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب. يا مساء الحال يا جماعه. احلى استباحه. حلوه صلاه النبي تملى القلوب ياما. يا عم صل على النبي تلاقي خير ياما. لسه اول استفتاح يا فتاح عليم رزاق كريم يا رب. دعواتكم يا جماعه. حلوه صلاه النبي تملى القلوب ياما. يا عم صل على النبي تلاقي خير ياما. احلى استباحات يا جماعه. لسه بنقول يا هادي. دعواتكم النهارده يا جماعه. خير ربنا كتير. كان اليوم عايزكم والله مع احلى صحبه النهارده. وربنا ييسر الحال والله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. تسلم من الايادي يا عم بوتي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. احلى بولت يا جماعه النهارده. دعواتكم بقى نكمل لكم اليوم على خير ان شاء الله. ونفرجكم على فيديو حلو باذن الله اخر النهار. السلام عليكم يا حبايبي. بص هو ده المكان اهو. ده الكوبري اللي هو بعد كارفور. بتخش الدخله اللي في الوش على طول اهي من الكهرباء. المكان زي ما انتم شايفين اهو في عائلات لو انتم شايفينه يعني. كل واحد قاعد بعربيته اهي كأنك قاعد في مزرعة. المكان جميل وهادي كله خير. دعواتكم بقى ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب. ما شاء الله لا قوة الا بالله يا جماعة. لسه بنقول يا هادي اهو. والحاج عادل ظبط الكلام ولسه جاي. ما شاء الله لا قوة الا بالله يا رب. دعواتكم بقى يا جماعة. هبصوا كده بس كده. ما شاء الله. حاجة اللي تفتح النفس دي. ما شاء الله. ربعاية. ما شاء الله. تستحق اللايك. بسم الله ما شاء الله. لك وتقل بالله. تسلم أدول. معاك. حد الكفاف قد الإيد يا جماعة. ما شاء الله. لك وتقل بالله. الله ينور. ما هو؟ الفيديو ده. بسم الله ما شاء الله. واي طيب. ما شاء الله. تعال يا كابتن. انت واقف فوق ليه كده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو يوسف معانا طبعا واولاد الكرام. حبيبك حلوه صلاه النبي تملى القلوب ياما. بصراحه يعني بسم الله ما شاء الله. الله اكبر بجد يعني. ربنا يبارك لابو يوسف. الله يخليك. الله اكبر عليك. عنده الراجل ده بتاع الطعوم. عنده بص كل ما يقدر على بالك. مدخل الصفا شاطئ الصفا كيلو 22.5 012 3 صفار 9 3 4. وحلوه صلاه النبي مع ابو يوسف. يا عم صل على النبي تلاقي خير يا ان شاء الله باذن الله. دعواتكم معايا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. حلوه صلاه النبي تملى القلوب ياما. يا عم صل على النبي تلاقي خير ياما. صل على النبي. احلى سمك مع اخونا عادل النهارده يا جماعه. ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. ان شاء الله ما شاء الله. يا دولا نازل تحت الطوب ولا ايه؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. اطلع دولا. اطلع فرج الناس يا دولا. ما شاء الله لا قوه الا بالله. تسلم من الايادي يا دولا. حلو حاجات كفافه يا جماعه. ان شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يرزقك يا دولا. تعالى يا دولا. على مالك يا عم. اللهم صل على النبي يا جماعه. خش في ثلاجتك. خش في ثلاجتك. ماشي. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يرزقك يا دولا. يا ما شاء الله. مش هوز اهو. تسلم تسلم الايادي. حلوه صلاه النبي تملى القلوب ياما. يا عم صل على النبي تلاقي خير ياما. اتفضل يا حاج. خش عليا بقى. بص السلام عليكم. طبعا انا نبيل سويلم من القاهره.
وليا شقه هنا في الثلاث. اول مره اقابل ابو يوسف والله يعني ناس قمه الاخلاق قمه الادب من غير ما اعرفهم والله، وما شاء الله لا قوه الا بالله. السمك اللي انتم شايفينه ده مش مصطنع والله، سمع 10 على 10 اللهم صل على النبي، ربنا يزيده ويبارك له. ربنا يرضيك، ربنا يرضيك يا حاج، الله يكرمك، الله يخليك يا رب. بسم الله ما شاء الله. جميل ما شاء الله النهارده مع الكور العرب ما شاء الله، ربنا يكرمك ويرزقك. الا بالله حلوه صلاه النبي تملى القلوب ياما، يا عم صل على النبي تلاقي خير ياما. احلى بولتي اربع يا جماعه محله من لحد برج العرب. بنصبح على السيدين الطيبين المحترمين، الناس اللي بتحب ايه تتفرج على السيد. احلى سيد النهارده يا جماعه، دعواتكم. حبايب السيدين في كل مكان، اللي كانت حاجزة تعرف السن ايه والعدة ايه. ادي الجوز اهو يا جماعة، شايفين الجوز؟ يعني حوالي مثلا الجوز 70 سنتي كده ولا حاجة، جوز 70 واحد 70 واحد مثلا 60. والفلة فوق المدور على طول اهو، ما تحطش رصاصة تمام؟ بالطعم عايش فينا اهو، ناشف زي ما هو اهو، ناشف اهو شايفينه؟ ناشف مفيش حاجة خالص. بوسة 5 متر تمام؟ توكلنا على الله. العيش الفينو بيبقى عايم على الوش يا جماعة على فكرة. ها تفرج الناس احجام الخبز جاهز النهاردة، برايا عين بسم الله ما شاء الله، حول بسم الله ما شاء الله، برايا عين. ودي بولتي، حجم البولتي لسه صاحي اهو، شايفين الأحجام بسم الله ما شاء الله. هاي كده تفتح النص كده النص صح، يلا يا مسهل. المكان جنب الكهرباء كنت قاعد متأخر على لا ينور دولة. انت النجم النهارده الحمد لله، الله يسهل لك يا عم، وريهم يا ابني، الله يسهل لك يا دوله. صاحب اكبر برايه الحمد لله، برج العرب. واحد انا كنت Thank you.
حلوه صلاه النبي تملى القلوب ياما يا عم. صل على النبي تلاقي خير ياما. صل على النبي يا دولا. بوريهم فين بيتعمل بس ازاي. في ناس سالت ده ازاي بيتحط بس يا جماعه. اسمعوا حته الفينو اهي بس ما تحطش كتير اهي. حته صغيره اهي حط على السن ضخ وتدككها كده تمام. السن التاني على قد ما تقدروا. الشعر ده يعني 10 او 12 عشان يبقى خفيف عشان ما يبقاش باين في الماء. واللي فوق 20 25 ما فيش اي مشكله. حلوة صلاة النبي تملى القلوب ياما يا عم. صلى على النبي تلاقي خير ياما. ما شاء الله لا قوة الا بالله. احلى احجام النهارده يا جماعه. ربنا ميسر لنا الحال والله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله اكبر من كف. حلوة صلاة النبي تملى القلوب ياما يا عم. صلى على النبي تلاقي خير ياما. ما شاء الله الله يفتح عليك يا دول. بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي يا عم الحاج. انا عايز اتصور بيها دي يا دول. حلوة صلاة النبي تملى القلوب ياما يا عم. صلى على النبي تلاقي خير ياما. كان معاه واحده يا جماعه بالجوز. كان معاه واحده يعني قد دي 3 4 مرات بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي. الله اكبر عليك يا عبدوله. اخر النهار يا جماعه ما شاء الله الله اكبر. حاجات جميله النهارده ما شاء الله الله اكبر. ما شاء الله ما شاء الله. استنى عاد اللهم صل على النبي اهم بالجوز ربنا يرزقهم. نص متجاب ازاي القلوب ياما يا عم. صلى على النبي تلاقي خير ياما. بص يا جماعه من الثقب السن قطع في بقها. شايفين السن حاجات ما شاء الله احجام جميله يعني. ما شاء الله دعواتكم بقى يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. لسه جوزهم ده اول واحده والثانيه اهي لسه. بعش فين؟ ما شاء الله الأحجام ما شاء الله يا جماعة. صلوا على النبي دعواتكم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حاجة فريدة اهي. صلوا على النبي يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طعم عيش فينا يا جماعة. بإذن الله تشوفوا الحاجات دي كلها في الفيديو اللي على اليوتيوب. بص ما شاء الله حاجات فرادة يعني. كفافي نص قد الكفة. وبرضو في براية هتشوفوها في الفيديو برضو. عايز دعواتكم بقى معانا. وصلوا على النبي. بصوا حلوة صلاة النبي تملى القلوب ياما يا عم. صل على النبي تلاقي خير ياما. ما شاء الله لا قوة الا بالله. كريم النهارده رزقنا بشوية سمك قشطة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. نزلت التراب. ما شاء الله ما شاء الله. هي الحتة دي اللي بنقعد فيها عشان الناس اللي بتقول
نحن مش بنقعد هنا، هاي الحته دي هاي. تليفون الله. لا تليفون. ماشي. نستنى ورهالكو. خلاص يعني الدنيا بتليل، بس انا ايه اورهالكو برضو عشان تبقوا عارفين احنا بنقعد فين. اه احنا بنقعد في الحته دي هناك كده. انا مشاور عليها دي كده بس. وتعالوا جربوا وربنا يكرمكم باذن الله. السلام عليكم.